الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في سبب نزول هذه الآية هناك حدث قد وقع، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي في يوم الجمعة ودخلت ميرة. ميرة بمعنى بضاعة، دخلت ميرة بضاعة، ويعني جمال بغال وعليها بضاعة ميرة، وبين يديها قوم يضربون بالدفوف والملاهي. فترك الناس الصلاة وراء النبي ومروا ينظرون إليهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وفي رواية أخرى عن ابن عباس، عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، قال أن دحية الكلب خبر آخر، يعني جاء يوم الجمعة من الشام، جاء من الشام وبالميرة، يعني عنده بضاعة وجاء بالبضاعة من الشام، فنزل في منطقة تسمى أحجار الزيت، ثم ضرب بالطبول. يبدو أن الضرب بالطبول هو نوع من أنواع الإعلام والإعلان عن مجيء البضاعة، ثم ضرب بالطبول ليؤذن الناس بقدومه، أن البضاعة قد وصلت، قدمت من الشام. فنفر الناس إليه، تركوا الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وآله، كان يوم الجمعة وكان الناس في الصلاة، فنفر الناس إليه إلا علي والحسن والحسين وفاطمة، ويبدو أن هناك مكان لصلاة النساء، وفاطمة وسلمان وأبو ذر والمقداد وصهيب، تركوا وتركوا النبي قائما يخطب على المنبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لقد نظر الله يوم الجمعة إلى مسجدي، نظر إلى مسجدي، فلولا هؤلاء الثمانية اللي هم الحسن والحسين وعلي وفاطمة وصهيب وأبو ذر وسلمان والمقداد، فلولا هؤلاء الثمانية الذين جلسوا في مسجدي لأضرمت المدينة على أهلها نارا، لأضرمت المدينة وحصبوا بالحجارة كقوم لوط، يعني تنزل عليهم حجارة من السماء. ونزل فيهم أيضا آية أخرى غير هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. تعالوا معا لنرى لمناقشة هذا السبب، نحتاج إلى بيان أمور أو ملاحظات. الكون الذي نعيش في هذا الكون الذي نعيش فيه، فيه عالمان فقط لا غير، كما يبين ذلك سبحانه وتعالى في القرآن في كتاب الله عز وجل: عالم الغيب وعالم الشهادة، أو عالم الحضور. وعالم الغيب وعالم الشهادة هو عالم الغيب يتحدث عنهما، العالم هو الله سبحانه وتعالى، ولذا الله يتحدث عن الغيب كعالم وعن الحضور كعالم، يتحدث عنهما كعالم، ولذا الله سبحانه وتعالى أكد ذلك في القرآن بهذين
العالمين، عالم الغيب، الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الدين عندما ننظر إليه نقول أن حقيقة له ارتباط بهذين العالمين، له ارتباط بعالم الغيب وله ارتباط بعالم الشهادة أو بعالم الحضور. الدين بجميع مفرداته، بجميع مفرداته، أركان، أصول، قواعد، أسس، قيم، مبادئ، كل مفردات الدين، هذه المفردات مفردات الدين إنما هي مستقاة من روايات النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت ومن آيات القرآن أيضا. من هذه المفردات التي هي مستقاة ومأخوذة ومشتقة حقيقة من هذه الروايات: الإسلام، الإيمان، الشريعة، الشعائر، وكل مفردة من هذه المفردات حقيقة إنما تمثل جانبا مهما في الدين، جانب من الجوانب المهمة في الدين. بل نجد أن هناك ارتباط بين هذه المفردات، يعني هناك ارتباط بين مفردة الشعائر والشريعة، وهناك ارتباط بين مفردة الشعائر والشريعة والإيمان، وهناك ارتباط بين الدين والإسلام والإيمان والشعائر والشريعة، هناك ارتباط، ارتباط بين القيم والمبادئ وهذه الأمور، هناك ارتباط، ارتباط لا ينفك. فتراها هذه وحدة واحدة تشكل منظومة فكرية عقائدية متناسقة مع بعضها البعض، متناسقة. وشعائر أحد هذه المفردات، وهذه الآية إنما تتحدث عن شعيرة من الشعائر. الشعائر طبعا إطار واسع، شعائر وإطار واسع يشمل حقيقة تلك الممارسات الظاهرية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدين وتكون مظهرا من مظاهره، لقوله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني هذه الشعائر تعظم بأي كيفية تعظم. هذه الشعائر قد تكون، هذه الشعائر التي هي مفردة كما ذكرت من المفردات، هذه الشعائر حقيقة تكون هي الواسطة بين عالم الغيب وعالم الحضور، أو عالم الغيب وعالم الشهادة الذي تحدث عنهما عالم الغيب، عالم الغيب وهو الله سبحانه وتعالى، تحدث عن هذين العالمين، باعتبار أن في الشعائر هناك جانب غيبي، وهذه المفردة لها علاقة بهذا الجانب، بالجانب الغيبي. وفيها أيضا الشعائر إذا كان لها علاقة بالجانب الغيبي فيها أيضا جانب حضوري، جانب مظاهر، هذه فلا يجوز ولا يحق لأي أحد حقيقة إفراغ الشعائر، كل الشعائر، شعائر سواء كانت الشعائر العبادية أو الشعائر التي ترتبط بمناسبات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بأفراحهم أو بأحزانهم، هذه كلها شعائر، إفراغها من الجانب الغيبي لها علاقة كبيرة، لأنها هذه الشعائر حقيقة تحقق النقلة وانسجام في حياة المؤمن وفي حياة الإنسان بين هذين العالمين. فالصلاة مثلا هنا الذي نفر منها هؤلاء وتركوها وذهبوا إلى تلك التجارة التي قدمت، الصلاة هي أهم ركن في الشعائر، الصلاة عمود الدين. صحيح هي عمل ظاهر يمارسه المؤمن كل يوم، يمارسه المؤمن في كل يوم، هذا بعكس، يعني شوفوا شعيرة الصيام هي شعيرة سنوية، في السنة مرة يؤديها الإنسان هذه الشعيرة العبادية، والحج هي عمرية
يعني في العمر مرة يؤديها الإنسان، الواجب عليه أن يؤدي هذه الشعيرة في العمر مرة وإن استطاع إليها، لكن الصلاة أكثر شعيرة قد تحقق الانسجام بين عالم الغيب وعالم الشهادة. كيف؟ نجد أن لها أثر، لها أثر، أثرها في عالم الغيب هي زيادة إيمان الإنسان، تزيد من إيمان المؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبالأئمة الأطهار. وهذه الشعيرة حقيقة الصلاة إنما تأتي بسكينة النفس لهذا الإنسان، سكينة، سكينة النفس، سكينة القلب، ودورها واضح جدا في هذا المجال. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. عبر ماذا أنزل هذه السكينة؟ عبر هذه الصلاة التي تأتي إليه بالإطمئنان وبالسكينة. الصلاة طاعة عبادية، إقامتها، إقامة هذه الصلاة ليس أداء الصلاة، إقامة الصلاة كما سنأتي يزيد في إيمان المؤمن. الله سبحانه وتعالى يقول: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ما تحققه الصلاة في عالم الغيب أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ماذا يعني ذلك وأقم الصلاة لذكري؟ لأن الصلاة تذكر العبد بخالقه بالله سبحانه وتعالى، فيشعر هذا الإنسان، يشعر أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. عن الصادق عليه السلام قال: إذا قام العبد إلى الصلاة فكان هواه وقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، كان هواه وقلبه إلى الله، انصرف كيوم ولدته أمه. إذا انتهى من الصلاة انصرف كيوم ولدته أمه. هذا الإنسان المؤمن إذا قام إلى الصلاة كما ورد في الروايات عن الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا كان يتوضأ للصلاة ترتعد فرائصه، لأنه في حضرة الله سبحانه وتعالى وبين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا أثرها في عالم الغيب. أما أثرها في عالم الشهادة، عالم الحضور، أثرها أنها تقوم حقيقة الصلاة في عالمنا نحن، عالم الحضور، يعني بتزكية النفس، بتطهير النفس، بتهذيب النفس. والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يزكي، ولهذا ورد يعني مو فقط تقويم الأخلاق وتقويم السلوك، الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. روية أن فتى من الأنصار كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله، يصلي مع النبي ويرتكب الفواحش. شلون صلاة يصلي ويرتكب الفواحش؟ يصلي مع النبي ويرتكب. فقيل للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إن صلاته لم تنهاه يوما هذا، ما تنهى صلاة عن الفحشاء. فقال النبي صلى الله عليه وآله: دعوه، فصلاته قد تنهاه يوما، فلم يلبث، كما تقول الرواية، فلم يلبث أن تاب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تجي وتنهر الإنسان وتقول له: أنت يا مشرك، يا كافر، يلي ما تصلي، يلي كذا. لا، تعال بطريق، طريق، وحاول أن ترشده، حاول أن تهديه، حاول أن تأتي له بطريقة معينة حتى يأتي إلى الصلاة. حتى النبي صلى الله عليه وآله قال: لا، خلوه يأتي يوم من الأيام تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. عن علي عليه السلام قال: الصلاة حصن من سطوات الشيطان، حصن صلاة. وعن الباقر عليه السلام قال: الصلاة تثبت، تثبيت للإخلاص وتنزيه عن الكبر. هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وكانوا يصلون وراءه في يوم الجمعة لا يدركون المعنى التام للصلاة، ما يعرفون. لو كانوا يعرفون المعنى التام للصلاة وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
ولا تجعلهم يرتبطون بالدنيا لما تركوا الصلاة وراء النبي، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يا رسول الله. لا، لا الجانب الغيبي ولا الجانب الحضوري هؤلاء يدرك، لا يدركون الجانب الغيبي للصلاة وارتباطه بالصلاة وأثر على الصلاة، ولا الجانب الحضوري ارتباطه وأثر على الصلاة، وإلا لو كانوا يدركون لما تركوا الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله هنا يؤكد لنا من خلال هذا السبب ومن خلال كلامه ومن خلال خطابه على منبره في يوم الجمعة، يؤكد لنا عدة أمور تجاه الصلاة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يؤكد ارتباط هذا المظهر، هذه الشعيرة أو الصلاة مظهر من مظاهر الدين، هذا المظهر الحضوري له ارتباط كبير بالجانب الغيبي الارتباط. فمن ترك الصلاة، هؤلاء الذين تركوا الصلاة لا يدركون ذلك، ولو كانوا يدركون لما تركوا الصلاة كما قلنا. إذن وهناك أيضا فرق بين الإقامة والأداء، هؤلاء حتى ولو كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وآله، صلاتهم ما هي إلا أداء، أداء لحركات معينة، يؤدون حركات معينة، بينما الإقامة ترتبط بالدين. لذا هؤلاء الثمانية الذين عددهم النبي صلى الله عليه وآله، علي والحسن الذين بقوا في المسجد، علي والحسن والحسين وفاطمة وسلمان وأبو ذر والمقداد وصهيب، هؤلاء الذين بقوا هم أقاموا الصلاة. ولذا نحن عندما نخاطب الأئمة في الزيارة، أشهد أنك قد أقمت الصلاة، مو أديت الصلاة، أقمت الصلاة. كلمة أقيم الصلاة وردت في القرآن الكريم 6 مرات، تكررت عن علي عليه السلام، وأعلم يقول لأحدهم وأعلم أن من ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع، يعني اللي بعد يضيع الصلاة، ما يضيع غير الصلاة، يضيع كل شيء في دينه، لأن الصلاة هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها. الأمر الآخر، الصلاة أراد النبي أن يقول أن الصلاة تؤكد الارتباط الروحي اليومي، ارتباط روحي يومي. أدر الإنسان في اليوم يصلي 5 مرات. هناك رواية جميلة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، منزلة الصلوات، منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم. شايف كل واحد على باب بيته نهر، نهر، وشايف كل واحد، النبي يقول كل واحد على باب بيته نهر، يوميا يطب 5 مرات يسبح، 5 مرات يطب في هذا النهر. النبي يقول: يا علي، منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم، فما ظن أحدكم لو كان في جسده درا، يعني وصاخة، ها، ثم اغتسل في ذلك النهر 5 مرات في اليوم، 5 مرات يغتسل في اليوم، ها، أكان يبقى في جسده درا؟ 5 مرات يطب ويغتسل ويسبح يبقى وصاخة. يقول الصلاة هالشكل، فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي. إذن الصلوات هذا دورها، دور هذه الصلوات تطهر. هناك أمراض نفسية يصاب بها الإنسان، يوميا يصاب بهذه الأمراض النفسية والأمراض الاجتماعية، هذه الصلوات تطهر هذه الأمراض. ولهذا في الروايات عندما يحين وقت الصلاة ملك يقول: قوموا وأطفئوا النار التي على ظهوركم، قوموا وأطفئوا النار التي على ظهوركم. إذن ليس السلوكيات فقط، يعني القضية مو قضية تعديل أخلاق لا، إنما جوهر شخصية الإنسان المؤمن، صلته الداخلية بالله سبحانه وتعالى وانشداده، ذلك ينعكس على ظاهره، ينعكس على الظاهر، إذا الداخل تصلح انعكس على الظاهر. الأمر الثالث والأخير، أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يؤكد أهمية الصلاة، أهمية الصلاة، وأن هذه الصلاة حقيقة تشكل عمود الدين، عمود. شايف الخيمة العمود الوسط، إذا راح العمود انهدمت هذه الخيمة،
ولهذا ورد أنها عمود الدين، الصلاة عمود الدين، إن قبلت أي الصلاة قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. هؤلاء تصوروا يعني لا نحن فلنتصور الدين بدون صلاة، كيف يكون هذا الدين بدون صلاة؟ لا قيمة لهذا الدين بدون صلاة. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الصلاة من شرائع الدين، شرائع يعني من أساس من الأسس. ولهذا وصية الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام من وصاياه قبل شهادته عليه السلام ماذا قال؟ قالها الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. ثم قال: والله والله في بيت ربكم لا تخلوه أو لا تخلوه ما بقيتم. وعن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الشيطان ذعرا. ذعر يعني شنو؟ مرتبك، يخاف. لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس. إذا كان هذا المؤمن يحافظ على الصلوات الخمس الشيطان يخاف منه. لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيعتهن، يعني هذا الإنسان ضيع الصلوات، تجرأ عليه شيطان، تجرأ عليه فأدخله في العظائم في المعاصي الكبيرة. فلو تركت الصلاة لنزل العذاب. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، دمار من وراء ترك الصلاة. ولهذا الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري. ما هو ذكره سبحانه وتعالى؟ هو قال: وأقم الصلاة لذكري. ومن أعرض عن ذكري، إذن الصلاة ذكر لله سبحانه وتعالى، وأقم الصلاة لذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حياة تعيسة، عذاب، مشقة، عناء، هذه هي حياة الإنسان تكون بدون الصلاة. لهذا ماذا فعل هؤلاء الذين كانوا مع النبي؟ هؤلاء فضلوا الدنيا على الآخرة فتركوا الصلاة. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يا رسول الله تركوك في صلاتك، تركوك لأن الخطبة أيضا جزء من الصلاة، من صلاة يوم الجمعة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هؤلاء ضحوا بالحياة الأبدية، بالحياة الأبدية من أجل متاع الدنيا. فما متاع الدنيا كما يقول سبحانه وتعالى: فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وإن الآخرة لهي دار القرار، الآخرة. هؤلاء لا يعلمون قيمة الآخرة وأن الآخرة أفضل من الدنيا، مع ذلك تركوا النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يمثل مو إمام جماعة، النبي هو القائد بالنسبة لهم، لأن الذي يكون في المحراب مو شخص عادي، هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فتركوا النبي لوحده صلى الله عليه وآله قائما في المحراب وذهبوا إلى الدنيا، أي تركوا الآخرة، تركوا القائد، تركوا النبي صلى الله عليه وآله، تركوها من أجل الدنيا التي هي دار لهو، دار لهو ولعب وزينة وتفاخر. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هؤلاء ويقول: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يوفقنا ويهدينا لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.